لا استغرب انا لما الجمهور الهلالي يزعل لما يخرج الهلال من اسيا. يا اخي من سنوات يعني خرج الصبح الظهر العصر الليل مجموعات دور 16 دور 8 وصل حتى النهائي. شوف سامي الجابر قال كلمة، هو في النهاية يعتبر أسطورة من أساطير نادي الهلال ومحب والجماهير الهلالية تحبه كثير، يعني قال كلمة، قال الثاني زي الأخير، ما في فرق، ما في فرق، يعني أنا مقتنع بكلامه، فالثاني زي الثامن يعني حتى في الحروف ترى. لا حتى في الحروف وزيدك من الشعر بيت، حتى في الحروف ترى وزيدك من الشعر بيت. الآن الثامن يتجهز للسلامة على خادم الحرم، ممكن يلعب آسيوية، ممكن يلعب آسيوية، والثاني هذا هو مطلع فريق ما يعرف يسوي حتى خبز تميس. يا ليت الطول بعدما تهادت أمامه. شوف شوف الكرة، الكرة اللي حياها وسددها من جيباروف، والحضرة كانت جميلة، وجحفلي تجحفل في اللقطة الماضية، ولكن فاحنا نرفع العقال للنادي القوي الحقيقة الذي لا زال يقاتل من أجل سمعة كرة القدم السعودية وحاضرها. شكرا لنادي الهلال اللي الوحيد حتى الآن تأهل للمرحلة التالية. الهلال سوف يتأهل للعالم. حيل قوية. الهلال 10 سنوات يبي يوصل للدور هذا، واخر شيء يطلع لي بالمستوى هذا. ايش ذنبي اجي؟ شطف مدرسة، سحب سيفون، واخر شيء يجون هنا الساعة 9 الصبح. ايش ذنبي؟ المتى وانا شكل اعاني؟ المتى؟ العالمية كل يوم العالمية نوصل نوصل. كلمة حق والحق انقال، انقال كلمة تحطم باقي المعنوية، معنوية العالمية ملك النصر يا هلال، تبطي عظم ما تصل العالمية. شاطر شاطر باقي الهلالي، شاطر شاطر. العالمية صعبة قوية. وين رايح يا زول؟ رايح الى كعيب النمائلات، قادم الى اسيا. ها؟ قادم الى اسيا، رايح الى كعيب النمائلات، قادم يا اسيا. لا خيبوا اماننا صراحه. الحين 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 وش سكت النصراويه الحين علينا؟ وش سكت؟ يا سعد يا سعد حق الشماته يا سعد، يسرح لو يسرح شي فكنا من بعض الناس يا سعد، حق الاطنازه يا سعد. مسكين شجع طول عمره حقاره، زعيم غش اسطوره ورق، شله خمام وضيع عليهم حسرته بالخساره، لعبوبه الجيش الهلامي بالاعلام، لو كان يدري التاليه في قراره ما شجع بعمره. يا طنجية بارا. بقول كلمة حق والحق ينقال، كلمة تحطم باقي المعنوية، العالمية ملك للنصر يا هلال، تبطي عظم ما تصل العالمية، تبطي عظم ما تصل العالمية، تبطي عظم ما تصل العالمية. صيحوا لابو زنة عسى تصلح الحال، ويهدي لك بكاس البطولة هدية. You bring a horse, you a cow, you bring a steer, and you a moose. Okay, mama.
ارقصوا ارقصوا وغنوا وافرحوا وامرحوا. اسألني إن شاء الله السنة الجاية إذا صرت بطل آسيا إن شاء الله. هياط أدول كرة المباشرة يلعب كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء، السنيري يطلع كرة وتسديد. وجهة نظر بالنسبة للأندية السعودية، هنا محاولة وهدف آخر. نعم اسألني إن شاء الله السنة الجاية إذا صرت بطل آسيا إن شاء الله. زحلي السلام عليكم. ان شاء الله كلنا نفر كويس. انا ساس بنغلاديش كلنا نفر بنغلاديش زلان. انا مالو مينتا هلال شوف انا مالو مينتا كالاميه كالاميه سابقاويه بدينيش تال 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 ايزي سلم واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته ايزي فوق بعدين علاوه دينتا مشكله قسم بالله اسان خلي محلي ما فيرو عالمي بعدين خلي زحفلي انت ينفع يا سلام زحفلي والله. ايه المشكلة الثانية الموجودة في سيدني هي حراسة المرمى طويل جدا، لذلك التركيز في مباراة الغد أن يسدد على الأرض مع بطيء في تحركه على الأرض. الزوري في كرة عرضية جميلة، شوف الهجمة اللي كانت قريبة لياسر، عرضية خطيرة أكثر من كرة وياسر بالكرة. كيف نأتي بهدف؟ كيف تدخل الكرة إلى المرمى؟ في نقطة ثانية في نقطة ثانية